مساء الخير. بذكرى عيد الاستقلال، لبنان بصحفيه ومدنيه وجيشه يتعرض للقصف اليومي. ما هي أفق الحرب؟ ضيفي لليوم الدكتور حبيب فياض، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. الفقرة الأولى عنك. بالبداية، بالأمس فقدنا زميلين صحفيين باعتداء إسرائيلي. العدو يستهدف الصحفيين والمدنيين، كيف بتعلق على استشهاد فرح عمر وربيع معماري وعصام العبد الله؟ يعني في نقطتين بدي أشير لهم بالبداية. طبعا أول شيء أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. يعني بيشرفني أني أطلع معك بهالبرنامج. بالنسبة للسؤال، في نقطتين. النقطة الأولى أنه يعني بشكل عام موضوع الشهادة في جانب معين منه يسبب لنا الكثير من الألم، بس بجانب آخر هو عبارة عن رصيد كبير بخضم المعركة، بمعنى أنه ولا مرة بيسقط لنا شهداء سواء كانوا إعلاميين أو مدنيين أو مقاتلين إلا ما هيدا الاستشهاد بشكل ركيزة وزخم كبير للاستمرار بالمسيرة تجاه تحرير فلسطين. الشق الثاني من الجواب اللي بدي أقدمه أنه إسرائيل صاير عندها شيء اسمه فوبيا إعلام. يعني إسرائيل قد ما بتخاف من الصاروخ صارت بتخاف من الكاميرا. لدرجة أنه أنا برأيي إذا بتقولي للإسرائيلي بيدمر لك 10 دبابات بلا ما يكون في كاميرا عم تصور ومن دون ما يكون هيدا المشهد موثق، والله لا بيدمر لك دبابة وحدة مع كاميرا عم بتصور ومشهد عم يتوثق، بيقلك لا أنا بفضل 10 دبابات بس بلا ما يكون عنصر الإعلام حاضر. وفي لهي الدرجة عم بيكون طبعاً عنده خربطة داخلية؟ خربطة داخلية، ولهالدرجة الصورة عم تفعل فعلا. يعني هلأ على مدار الصراع مع إسرائيل على مدى 70 سنة أو 80 سنة، قد في إنجازات بطولية اللي كانوا معاصرين للحدث ما تفاعلوا معه وما عرفوا فيها وما فاتت بالتاريخ وما تسجلت لأنه ما كان في كاميرا عم تصور. نعم. فلا أنا برأيي إسرائيل بعدما عجزت عن تقديم منجزات عملية في الميدان ونتيجة تخبط الرؤية وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الجانب الإسرائيلي، الإسرائيلي عم يتشفى من السبب المباشر اللي عم يقدم فضايحه على مستوى العالم سواء لناحية الصورة أو لناحية الفعل الميداني. اللي عم بيكونوا الصحفيين هن خط الدفاع بالضبط الأول. هيك. بالضبط هيك. يعني هلأ تصوري مثلا الصواريخ بركان اللي انضربت من كم يوم، أنه ما كان في كاميرا. أنه أنا وياك قديك كان تفاعلنا مع الحدث. فرق كبير بين أنه يصدر بياني يقول أنه ضربنا 4 صواريخ بركان على سكنة إسرائيلية معينة وخلص وأنا وياك رحنا، يعني أخذنا علم وخبر، وبين أنه لا أنا وياك نشوف كيف هاي الصواريخ دمرت وفعلت فعلا. عشان هيك بيقولوا الفرق كبير بين أني أقول سمعت وبين اني اقول رايت. الرؤيه بتلعب دور كبير. الرحمه للشهداء الصحفيين. أكيد. والله يصبر اهلهم. حضرتك درست بايران ولم تكن طالب ومحاضر عاده، يعني يقال انه كان عندك مروحه علاقات واسعه جدا وكنت مؤثر حتى وانت على مقاعد الدراسه. هل استعملت علاقاتك القويه بايران بشيء له علاقه بالسياسه لبنانيا وايرانيا؟ يعني أنا وقت اللي كنت بإيران كنت بعتبر حالي أنه عندي 3 مهام. المهمة الأولى أني أدرس، المهمة الثانية أني أتعرف على إيران. لدرجة أني يعني كان عندي هوس بكل شيء له علاقة بالثقافة الإيرانية. يعني أنا بعرف طهران أكثر ما بعرف بيروت. لدرجة يعني بدي مرق لك يا مرة كنت طالع بتاكسي وعجقت سير كتير، يعني
وهو شوفير له 30 سنة بطهران. فقلت له ليش واقف؟ اطلع من هون، فوت بهذا الشارع الفرع، اطلع من هون هون هون، خلال 5 دقائق وصل. استغرب، قال لي انا لي 30 سنة بسوق وما بعرف هاي لهي الدرجة. ايه، هلا الهدف الثالث هو نقل ثقافة لبنان ومعاناة لبنان اللي حصلت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي إلى إلى المجتمع الإيراني والجو الإيراني. فبهو 3 مجالات أنا طبعا إلى جانب، يعني البعد الأول اللي له علاقة بالدراسة مرتبط بجانب كبير بمستوى الترجمات، يعني أنا عندي كتب مترجمة من الفارسية للعربية، الأبحاث، المقالات. أنا أول ما بلشت أطلع على الإعلام ضليت 10 سنين يعني أرفض أني أحكي بالشأن اللبناني، ولا رجعت تقريبا، يعني كنت بس أحكي بالشأن الإيراني والإقليمي، بس أنه أنا استغليت علاقاتي. لا أبدا، يعني بعدك ما لا مش استغلال، يعني أنا بعدك محافظ عليها استغلال بطريقة إيجابية، يعني استعملتها مش استغليتها. يعني عندي صداقات وفقط يعني مع إيرانيين، بس أنه أمور عملية بالسياسة، بالتحليل، بالمعلومات، بالاطلاع، صداقات، بس أنه ما في شيء رسمي على الإطلاق بيربطني بأي مؤسسة إيرانية. نعم، ولكن ما استثمرت العلاقات، يعني ما عملت هيك شيء أبدا. أنا بطبعي يعني انه ما يعني هلا حتى على المستوى اللبناني انا حدا مش اني بدي اقول مش اجتماعي، بس ولا مره انا اسعى الى فتح علاقه مع اي طرف او اي جهه، عم بحكي بكل صدق. وهلا يطلع حدا يقول انه والله حبيب فياض حاول انه يتعرف علي او يتقرب مني او طلب مني، او بالعكس يعني انا وقت العلاقه ولكن بتيجي نعم العلاقات اللي بتكون هي شيء طبيعي، زملاء دراسه، لا عم بحكي انا على مستوى المفاتيح بالبلد وعلى مستوى مواقع القرار. نعم. وعلى مستوى الناس اللي هن اصحاب نفوذ. انا بطبعي مش من الناس المبادرين، وبطبعي انه راس مالي بالحياه ما بركز كثير على الجانب العلاقاتي لحتى انا اقدر حقق او اوصل للشيء اللي بدي. بتركز على نفسك اكثر؟ بركز على يعني اول شيء وهذا الحكي لا شعر ولا انشاء، انه عنصر الله انا حاضر عندي بالحياه دائما. انا بطبعي حدا يمكن مش متدين تقليدي، وكتار بيستغربوا انه انا بصلي، عرفتي؟ نعم. يمكن ما بيعرفوا، بس انا بالجوهر يعني عندي، ما بدي اقول يعني انا ثقافتي الصوفيه كثير عاليه، وبتابع كثير مجالات التصوف، مش بس بحكم اختصاصي اللي انا دارسه، يعني المركب النفسي عندي يميل الى هاي النزعه. نعم. وقت اللي حدا يكون مهتم، انا ما بقول انا حدا صوفي، بس وقت اللي حدا يكون مهتم بالجانب الصوفي والعرفاني ويصير الله هو المحور بحياته، يعني الله اللي هو هلا يمكن عم نقولها كلمة، بس وقت اللي متمثل الله سبحانه وتعالى بالحياة بكل عظمة الله، بكل قدراته، بكل إمكانياته، بكل لطفه، بكل رحمته، ونفهم هيدا الله قديه بيحبنا وقديه هو رحيم فينا وقديه هو قادر يعطينا كل شيء، بتصير التعلق بال إمكانات المادية والبشرية المحيطة فيك أقل. يعني مثل ما بتقول هل صحيح أنه حضرتك كنت أصغر من درس الفلسفة بجامعة طهران؟ هلا يمكن أنا يمكن يعني في شغلتين، أنا أول واحد وهي أول مرة بقولها، أول مرة يعني هلا خطرت على بالي أنه أنا أول واحد بياخد شهادة علوم إنسانية دكتوراه من جامعة إيرانية بعد الثورة، بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران. نعم. الشغلة الثانية ما بعرف إذا أنا كنت أصغر واحد درست، بس أنه أنا كنت يعني صغير وقت اللي بلشت التعليم، لدرجة مرة فت يعني على الصف أول محاضرة بدي أعطيها لقيت حدا قاعد محل الأستاذ يعني على الكرسي وعلى المنصة. فتت انا قلت له اعمل معروف ام من هون يعني، فقال لي انت شو خصك ليجي الاستاذ؟ فقلت له انا الاستاذ، ما صدقني. كان
مرة تانية كان عندي مقابلة مع فضائية إيرانية ورحت على وقعدت ناطر أنا بالصالون واللي بده يقدم المقابلة كمان ناطر. فبقول يا عمي هذا حبيب ما بيعرفني يعني أول مرة بقول يا عمي هذا حبيب فياض الضيف وين وتأخر وبدنا نبلش فمعد البرنامج قال له هو الضيف طلع فيه هيك لأن إني شكلي كتير صغير فبناء عليه نعم بتعني لك تجربة أنه درست وكنت محاضر بجامعة طهران؟ هلا أنا مش من هالنوع اللي يعني إني يعني إنه تجربة مهمة مفيدة ساعدتني كانت جميلة؟ جميلة جدا وراكمت لي خبرة لحتى بعدين وقت اللي جيت على لبنان بال 2003 بلشت التعليم كمان يعني استفدت منها وأنا حدا من الناس يعني ما بقدر أتخيل حالي إني عندي مهنة بالحياة أو وظيفة بالحياة غير التعليم يعني هلا أنا شو ما أفترض حالي وجربت يعني أنا فت بمجالات مهنية متعددة لقيت انه التعليم هو لقيت يعني حالك فيها اكثر شغله بتشبهني نعم عصرت مطلع بدايات الثوره الاسلاميه بايران وكنت عم بتقول حضرتك انه بتعرف الجو بايران وكل التفاصيل بس صارت اليوم يعني الاعلام عم ينقل الصوره المعارضه للثوره الاسلاميه اليوم وللحكم الموجود بايران هل بالنسبه لك كل ما يقوله المعارضون انه هن لاسباب خارجيه او عملاء مثل ما بسمون ام معقول يكون عندهم مطالب محقه؟ لاقول لك شيء النظام بايران مركب من عده تيارات وعده اتجاهات يعني القاسم المشترك بين الجميع بين كل المكونات اللي بيتشكل منها النظام الايراني هو ضروره الحفظ على النظام ضرورة الحفاظ على النظام نعم. هلأ واحد بيقول لك بدي اقتصاد حر واحد بيقول لك بدي ولاية الفقيه تحت سقف القانون واحد بيقول لك بدي اقتصاد دولة يعني الدولة هي تكون ماسك الاقتصاد يعني في تنوع بالآراء بس تحت سقف النظام تحت سقف النظام أنا يعني بكثير من الأحيان أنا كنت مع الإصلاحيين ولا أؤيد المحافظين بكثير من الأمور هلا الشيء اللي هو برات النظام واللي هو يعني عنده هدف إلغاء الدولة وإلغاء النظام بإيران والقيام عليها هو أنا ما بتقاطع معهم أبدا نعم. يعني ولا أشعر معهم لا لأنه واحدة من الأمور مثلا أنه منظمة خلق اللي هي اللي بيسمون المنافقين يعني مقدمة حالة منظمة وطنية إيرانية مثلا كان مقرها ببغداد وبالعراق بالوقت للنظام العراقي كان عم يقصف المدن الإيرانية نعم. يعني بالحد الأدنى إذا بدك تحسي معهم وطنيا وتعتبرين صوار ما يعني ولا في أي منفذ أو إمكانية للتعاطف اللي بيطلع بيقول أنه بده شغل أو اللي بيطلع بيقول أنه اليوم في أولاد لمسؤولين كانوا من أيام الثورة أصبحوا من كبار التجار وفي مواطنين بلا شغل قولي معهم حق هلأ موضوع العدالة الاجتماعية بإيران هو موضوع إشكالي نعم. عرفت وفي مثل أي ثورة مثل أي بلد في ناس ممكن تتسلق من خلال المنصب لحتى توصل إلى مآرب تقدر من خلالها أنه تحقق أمور شخصية تحقق مكاسب تطلع فاسدة تطلع عميلة نعم. هذا الأمر شيء طبيعي يعني تصوري أنت محافظ البنك المركزي حوكم عرفتي باختلاسات كبيرة مرة وهرب نعم. رئيس بلدية طهران حوكم مرة وانحبس 5 سنين إذا هذا شيء حقيقي شي وواقعي وموجود شيء طبيعي يعني إيران مش دولة مثالية بس إيران أنا بقدر يعني أقول أنه نحن بنرتبط فيها لسببين السبب الأول أنه بالداخل الإيراني هي تجربة حضارية رائعة نعم. أنا بدعي أي حدا يروح على إيران ويشوف إنجازاتهم على المستوى العمراني والصناعي والاقتصاد المعرفة وكل هاي المنظومة السبب الثاني أنه إيران اللي قادرة أنه تنكفئ على ذاتها وتهتم بحالها شو في قد عم تدعمنا
ست صفاء. لو ما إيران هلا أنا وياك يمكن كان مصيرنا الحياة، ما بقدر أنا أطلع عضيعتي ولا أنت فيك تطلع عضيعتك. حضرتك تتحدث عن دعم تقوم به إيران، جزء من اللبنانيين بيعتبروا تدخل بلبنان ومصير لبنان ومصلحة لبنان. يعني هلا هون في شغلتين، إنه لقلك الفرق وين. يعني هلا البعض شو عم بيقول؟ البعض بيقول إنه إيران عم تستغل حماس وحزب الله لمصالحها. صحيح. يعني مشكلة إسرائيل هي بالأساس مع حماس ومع حزب الله، نعم، مش مع إيران. يعني إيران ما عندها أرض محتلة من قبل إسرائيل. وما هي مصلحة إيران لدعمهم؟ فإيران عم تدعم حماس وحزب الله ضد إسرائيل، بالوقت لإسرائيل كإسرائيل ببعد التاريخي والجغرافي، نعم، ما بتعنيها لإيران، بتعنيها بالبعد القيمي والعقائدي والسياسي. نعم. فإيران عم تدفع أكلاف لهيدا الدعم، مش إنه عم تحقق مصالح. نعم. إنه إذا بدي يكون براغماتي وأحكي بالمصلحة الإيرانية مباشرة، مصلحة إيران تحول حالها إلى يابان الشرق الأوسط، هاي المصلحة. نعم. وتقول أنا ما خصني بفلسطين وخلص، أنا أنكفئ على ذاتي وبعمل تنمية داخلية قوية وبحل كل مشاكلي مع العالم. نعم. هاي المصلحة. فلسفة التدين الطريق إلى الله في عالم متحول هو كتابك الذي صدر هذا العام، ليش رحت للدين مش للسياسة؟ يعني فلسفة الدين ومش فلسفة السياسة. هلا أنا اختصاصي، كل العالم بيفكر إنه أنا بعلم علوم سياسية. نعم. أنا بلشت اتعاطى سياسي كنت بعدني بالثانوية، يعني كنت طالب بالمدرسة، كنت اكتب لصحف لبنانية من السفير وبالمدرسة، مش انه بالجامعة. بس انا اختصاصي الاكاديمي، يعني حياتي الخاصة اللي هي بين اربع غرف، هي عالم الفلسفة. انا بدرس بالجامعة فلسفة، انا من انا وصغير، يعني كنت بعدني بالليسانس عندي مؤلفات وترجمات فلسفية. فلا السياسة هي مش فكر، مش معرفة، بس السياسة هي مصير، هي وجود. نعم. يعني أنا برأيي تشخيص الواقع اللي نحن عايشين فيه والنهوض الحضاري اللي مطلوب مننا والقدرة على تجاوز التحديات تستدعي مننا العمل السياسي لتوصيف ما هو حاصل. بس التغيير اللي نحن ننشده ونريد أن نصل إليهم بيستدعي مننا أنه نعمق أفكارنا ونشتغل بالفلسفة والفكر. نعم. يعني السياسة هي ما يطفو على السطح، بس الفكر هو شيء يعني ضروري، وهو الإطار العام اللي من خلاله بتخلق. نعم. عملية تغيير. حضرتك بتنتمي لثقافة المقاومة ولفكر المقاومة، ولكن من المعروف أيضا عنك أنك متحرر وعندك فكرك الخاص. إذا نعرف أنه ما رح تفرض على ابنك فكر معين أو سياسة معينة، ولكن وجود ابنك مع الثوار ب 17 تشرين، وحضرتك كنت عم بتقول على التلفزيونات أنه الثوار يعملون لأجندات خارجية، هيدا الشيء زعجك؟ كيف قلت؟ أنا ولا مرة قلت الثوار يعملون الحزب اللي حضرتك مقرب منه. طيب، وأنا ما بعبر عن رأي الحزب. عفوا. نعم. بس أنا اللي بقدر أقول لك إياه أنه بالأيام الأولى لنزول الثوار على الشارع كان باستطاعة حزب الله أن يشكل غطاء لهذه الحركة وأن يتموضع في الوسط بين الثوار وبين الدولة، من دون ما بالضرورة أنه ينخرط مع العمل الموجود على الأرض، ويلعب دور الواسطة بين الطرفين من أجل الحد من حالة الفساد التي لا توصف وموجودة بالبلد. أنا هذا كان رأيي هيك. عندما حزب الله لم يشكل هذا الغطاء وإلى حد ما بلش تعاطي يتحول إلى تعاطي سلبي مع الحركة اللي موجودة بالشارع، دخل على يعني نتيجة الفراغات اللي انوجدت على الأرض بسبب عدم دخول حزب الله على الأرض، هاي الفراغات مين عباها؟ عباها الناس المشبوهين اللي
حضرتك عم تحكي عنهم واللي مرتبطين بالسفرات وال... بمعنى آخر أنا كان رأيي أنه حزب الله عندما انسحب من الشارع إجوا السفرات والناس المرتزقة وملأوا هيدا الفراغ ولعبوا لعبة كتير ذكية، أنه إذا أنت تحت وحاملة يافطة بتقولي فيها بدنا ناكل بدنا نعيش بدنا كهرباء بدنا مي، كان يجي واحد من هوليك يوقف حدك ويحط يافطة يقول لا لسلاح المقاومة ولا للهيمنة. يعني ترفض أنه هي مخطط من أول نهار؟ ترفض أنه هي كانت مخطط أول من أول نهار؟ سمعت السيد قال أنه هي مش مخطط، أول أيام ما كانت مخطط، بس بعدين وقت لنوجد بهاي الساحة فراغات اجوا هول المدسوسين والمتآمرين ودخلوا بال يعني تدعم بالنسبة... ابنك بانه كان موجود بالثورة. بالنسبة لابني يعني ابني هو يعني اذا بدك يعني علاقتي فيه علاقة هوس يعني قد ما لانه ابني الوحيد. بس ولا مرة انا بتدخل بتشكيل قناعاته علما انه ابني مش مع الثورة يعني ابني وقت اللي انضرب وانصاب في عنده صديق كانوا هن من جماعة المصرف يعني مصرف لبنان واللي كانوا يتجمعوا حول المصرف كانوا مختلفين عن عن الباقيين. فانلقط رفيقه أخذوه على سكنة سكنة الحلو. فهو راح عمل يعني صار يطالب انه بده رفيقه وتعرض لي للي تعرض له. يعني ابني مش انه حدا مع هول اللي هن ب 17 تشرين بتشوفين على هو من اللي كانوا عم يطالبوا بحقوق المواطنين ومكافحه الفساد. طبعا وانت بتدعمه بهذا الخير. ويعني في لبناني ما بيدعم، في لبناني لا يريد ان يكون هنالك محاكمه للفاسدين والحد من الفساد وارجاع اموال المودعين، والسؤال انه نحن 40 سنه ليه ما عندنا كهرباء، والسؤال انه نحن 40 سنة لا عنا أزمة نفايات، والسؤال إنه 10-15 واحد حاكمين البلد 40 سنة عندهم مليارات الدولارات، عرفت؟ يعني هلأ هذا موضوع أنا إلي زمان ما يعني ما بفوت بالوضع الداخلي اللبناني، بس إنه نحن بلبنان هلأ اللي بيطالب بنزع سلاح المقاومة تعرفي أنا شو بقول له؟ ما بفوت معه لا بتنظيرات ولا بقول له لك شغلتين، جيب لي دولة أستطيع أن أأتمنها على موضوع النفايات والكهرباء وخلينا يلا نروح نبلش نحكي بنزع سلاح المقاومة. يعني إذا دولة ما قادرة تضب زبالة، طبعا مع احترامي للجيش لأنه المشكلة مرتبطة بالقرار السياسي مش بال بالجيش. بختام هذه الفقرة رح ننتقل لبريك وبنرجع، بريك وبنرجع لكم. بعد البريك رجعنا لكم، رح ننتقل لفقرة عين بعين. الصورة الأولى، ما هي الحقيقة؟ يقال أن السيد نصر الله هو قائد هذا المحور، هل صحيح أم حزب الله مثله مثل حماس ومثل الحوثيين؟ يعني بقول لك شغلتين سمعت السيد قايلهم. مرة قال أنه أنا أتمنى أن أكون جنديا في حماس، يعني موسعة لل النقطة الثانية أنه بالنسبة لليمنيين كمان علاقة السيد، يعني السيد قال أنه أنا يعني مرة استخدم تعبير أنه أقبل أيادي اليمنيين ويعني تأثر صار كأنه بده يبكي. القصة مش قصة قائد أو عرفت أنه المحور متفقين وأنه سمعت السيد هو القائد. المسألة مرتبطة أولا بالكاريزما الشخصية، يعني الكاريزما الموجودة عند سماحة السيد حسن ما موجودة عند حدا مع محبتي واحترامي للجميع عند حدا من قيادات المحور. علما أنه في شخصيات عندها كاريزما كتير عالية. النقطة الثانية هو التموضع تاع الحزب بحيث أنه الحزب هو الأقوى
عسكريا والأكثر تجهيزا بين كل فصائل المحور، هيدا الأمر بيخلي الأضواء مسلطة على سماحة السيد على قاعدة أنه هو قائد المحور، علما أنه يعني حرب غزة أثبتت أنه بالمحور ما في قيادة وحدة وبتعطي أوامر للجميع. يعني ترفض هيدا الفكرة؟ كل واحد عنده خصوصية. القصة مش برفض ولا لا، القصة بقلك أنه السلطة المعنوية اللي موجودة عند سماحة السيد تتيح له أن يتحدث باسم جميع فصائل المحور. نعم. الصورة اللي بعدها، هل ربحت فلسطين معركة الرأي العام العالمي، أو بتشوف أنه هيدي هي جزء من الصورة اللي نحن بنشوفها اليوم بالإعلام؟ أكيد ربحتها، وهلأ بالرأي العام العالمي هنالك ما يشبه الثورة، ثورة لصالح فلسطين. واحدة من بركات طوفان الأقصى أنه أعادت القضية الفلسطينية لحتى تكون هي بالواجهة ولحتى تكون هي المركزية على مستوى العالم، وبنفس الوقت أفسحت بالمجال جدا أمام إبراز همجية وعدوان إسرائيل، وبالمقابل أمام إبراز مظلومية وبطولة الفلسطينيين. نعم. هيدا أعلى سكور بيوصل على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، أعلى سكور من الدعم والتأييد لفلسطين على مستوى العالم. الصورة اللي بعدها، معركة طوفان الأقصى حتى الآن هي رح تساعد بأنه يهزم بايدن بالانتخابات الأمريكية، أو رح تربحه إذا طالت؟ هلأ يعني استطلاعات الرأي عم بتشير أنه ترامب متقدم على بايدن باستطلاعات الرأي، يعني تقريبا 41% مقابل 41 نتيجة طوفان الأقصى؟ بعد طوفان الأقصى. بس أنا برأيي حظوظ بايدن بالعودة إلى الرئاسة كتير قليلة لسببين. السبب الأول هو الوضع الصحي لإله، أنه حدا فائد للتركيز وما عاد عنده أهلية أن يكون رئيسا. السبب الثاني التخبط الأمريكي بإدارة الوضع والانحياز الأمريكي غير المسبوق إلى جانب إسرائيل. نعم. بما أدى إلى هاي المجازر والدمار والإبادة. يعني تبقى حظوظ ترامب أعلى؟ لا، مش إذا بايدن ما إجا، يعني معناتها ترامب، لأنه كل حزب، يعني الحزب الديمقراطي حيختار حدا عنده حظوظ عالية، ممكن هيدا الديمقراطي البديل عن بايدن إذا ما يعني ما تم ترشيحه للرئاسة مرة تانية ينتصر على ترامب. الصورة اللي بعدها، النائب قبلين من البيوت الجنوبية العريقة، كيف تقرأ استهداف منزله بماس الجبل بالجنوب؟ يعني أنه حركة أمل جزء من المقاومة العامة اللي موجودة بالبلد، وإسرائيل أرادت إيصال رسالة برأيي أنا لحركة أمل بعد ما سقط لها شهيد برب 30، أنه يعني وحدة مقابل وحدة، يعني أيضا هي رسالة لحركة أمل أنه انخراطكم بالعمليات العملية على الأرض ما بيمر من دون نعم عقاب أو حساب. رح ننتقل للفقرة الثالثة بالصميم. لماذا تعثرت كثيرا المفاوضات ووقف إطلاق النار؟ يعني دائما كنا نسمع أنه هي قريبة جدا وبترجع بتتعثر. اليوم نحن قراب ساعات يعني تفصلنا عن المفاوضات اللي مفروض هي اللي رح تصير. لقلك شيء، إسرائيل كانت عم تحاول أنها تلعب على خطين، من جهة تانية كانت عم توحي وتقدم مؤشرات إيجابية من أجل دفع عملية التفاوض إلى الأمام، من جهة تانية كانت عم تماطل لحتى تكسب ميدانيا على الأرض وتقول أنه هي أنجزت شيء. نعم. وأنه المفاوضات ما صارت في ظل عجز إسرائيل عن تحقيق أي تقدم. إسرائيل 13 مرة تراجعت و13 مرة نكثت بوعدها.
بس وقت اللي صار بعد مرور 45 يوم، يعني في ظل تراجع أوروبي عن دعم إسرائيل، وفي ظل حرج أمريكي نتيجة ما ترتكبه إسرائيل، وفي ظل ارتفاع الصرخة داخليا بإسرائيل على خلفية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، وفي ظل إخفاق إسرائيل وعدم وجود أي أفق أمام إسرائيل لتحقيق إنجازات ميدانية، وأيضا في ظل القدرة الفائقة من حيث المهارة لدى القيادة، قيادة المقاومة الفلسطينية وتحديدا يحيى السنوار، كل هول اجتمعوا مع بعض وحطوا إسرائيل بنهاية الأمر أمام أمر واقع، بحيث أنه ما عادت قادرة تهرب إلى الأمام، فصار الاتفاق اللي هو عبارة عن نصر كبير برأيي للمقاومة الفلسطينية. هدنة لأربع أيام وتبادل الأسرى، أسرى يعني بحالات معينة للتمديد. تبادل الأسرى 50 من يعني المقاومة الفلسطينية بتطلقهم مقابل 150 إسرائيل من النساء والأطفال. كل يوم بيتم إطلاق 10 أسرى على مدى وتم اختيار الأسرى اللي هنا بظروف الأصعب. هلأ أنا برأيي مش اختيار، حسب اللوائح، يعني كل طرف طلب أنه أنا بدي هول وبدي هول، وصار مفاوضات قلت حضرتك أنه هذه الهدنة قابلة للتمديد، يقال أنه قد تكون هي نهاية الحرب. هلأ بستبعد أنا، بس من الممكن بعد الهدنة نعود إلى حرب استنزاف. حرب استنزاف انه مش بالضروره يعني يعود المشهد الى ما كان عليه على مستوى الدموي، بس حرب استنزاف بانتظار تخريج صفقه سياسيه او تسويه سياسيه للوضع القائم حاليا والقدره على اخراج اسرائيل من المازق اللي هي فيه. بس كمان في احتمال تاني انه بعد مرور 4 أيام او 5 أيام ان تذهب الامور الى الحد الاقصى من الحرب والعنف والدمار والقتل هل صحيح بانه المده الزمنيه المتوقعه لانتهاء الحرب هي اسبوعين؟ ايه يعني معقول اسبوعين وينتهي كل المشهد اللي عم نشوفه؟ اسبوعين بيتلاقى صيغه سياسيه للخروج من هذا الوضع القائم. نعم انت بتعرفي تفضل. انت بتعرف انه اسرائيل هلا نحن عم نسلط الضوء بس على الشيء اللي عم بيصير بغزه. الشيء اللي عم بيصير بغزه مهول، يعني 60% من الحجر بغزه تم تدميره، يعني تصوري انت قد ايه في مباني وبيوت بغض النظر عن الشهداء، عدد الشهداء يعني حجم الدمار والشهداء وايضا النازحين. نحن عم نسلط الضوء هون لانه بيعنينا كثير، بس بالمقابل اسرائيل عم بتعيش وضع كارثه غير مسبوق. سواء خسائر مباشرة أو غير مباشرة، بإسرائيل ما في جامعات، المطارات بتتعطل، ما في استثمارات، ما في زراعة، ما في صناعة، ما في سياحة، في هجرة عكسية، يعني كتير من الناس عم بتحاول تفل، في يعني شو بقولوا عقم بالجانب الاستثماري على المستوى المستعمري، وهذا الشيء اللي مش معود عليه اسرائيل، وقدره التحمل عند الاسرائيليين اقل بكثير من قدره التحمل عند الفلسطينيين. ولكن اليوم عم بيصير التحدث عن الغزاويين اللي صاروا دون منازل، في حل رح يكون لهم؟ هلا نحن على ابواب شتاء. من توجهات القمه العربيه الاسلاميه اعاده اعمار غزه. رح يسمح اعاده اعمار غزه؟ يعني عادة العرب تاريخيا يعني ما بيشاركوا بالحروب، ربما يتآمرون على البعض، الأطراف العربية بتتآمر على الجانب الفلسطيني أو على أي طرف من أطراف المقاومة، بس التجربة التاريخية بتقول أنه العرب يدفعون بموضوع إعادة الأعمار، العرب بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى. نعم، هل نحن اليوم أمام حقيقة بأنه غزة رح ترجع محتلة؟ أكيد لا، أكيد لا. شو الحلول اللي ممكن تكون مطروحة؟ نحن مش معنيين نفكر بحلول عن الجانب الإسرائيلي والأمريكي، بس أنا اللي بقدر أقول لك أنه إسرائيل، يعني أنا دائما عم بقولها بدي أكررها، لحتى تنتصر المقاومة بغزة يكفي وقف إطلاق النار،
مجرد أن يقولوا وقفنا إطلاق النار بتنتصر المقاومة بغزة. نعم. بس لحتى تنتصر إسرائيل بدها واحدة من ثلاث شغلات، تبعا للأهداف وتبعا للضرب اللي تعرضت لها بسبعة تشرين. إسرائيل لحتى تنتصر إما بدها تطلع المقاومة الفلسطينية من غزة، المقاتلين على طريقة 82. نعم. وأما بدها تقضي على المقاومة الفلسطينية بغزة، وأما بدها تهجر شعب غزة إلى خارج غزة. أي شيء بتعمله إسرائيل غير هو الثلاثة هو عبارة عن إخفاق وهزيمة كبيرة لإسرائيل، وهو الثلاثة مستحيل يتحقق واحد منهم. طيب واقعيا اليوم حماس عم تخسر نفوذها بغزة، نحن مش رايحين لنفوذ لحماس مثل ما كان قبل 7 أكتوبر. لا. كيف رح يتعاطى المحور بهذا الموضوع؟ المفاوضات اليوم رح تخلي حماس ترجع تكون مسيطرة على غزة والحكم لغزة؟ إذا حماس قالت لا ما بدي، يعني مين بده يجي على غزة؟ في ثلاث أطراف. السلطة الفلسطينية؟ السلطة يعني الشعب الفلسطيني بده يقوم لها. نعم، حل وسط بين حماس والسلطة الفلسطينية؟ أنا برأيي السلطة الفلسطينية خلاص انتهت، وإذا بده ينحكى بالمستقبل عن صيغة ما للحل بالوضع الفلسطيني رح يتم الحكي مع حماس. نعم. طب تفويض عربي لأحد الدول العربية، طيب هاي بترجع شو طبيعة الدور العربي اللي بده يجي. نعم. إنه بده يعمل تنسيق أمني مع إسرائيل أكيد ما بتقبل. إذا بده يكون مثل اليونيفيل بلبنان مراقبين ما في مشكلة، يعني ما بيحدوا من صلاحية حماس وقدرة حماس بالتواجد على الأرض، بالعكس بشكله عامل عربي وإسلامي كشاهد على الخروقات المتكررة اللي بتعملها إسرائيل. قلت منذ فترة بأن حزب الله لن يشارك إلا بحرب كبرى، هل هيدا بيعني أنه حتى لو تراجعت حماس بغزة لن يشارك حزب الله؟ ساعتها بتصير الحرب الكبرى. وهل التوقيت مناسب؟ إذا تراجع، لا لأقلك أنا شو قلت. قلت حزب الله قدم سردية خلصت حرب 2006. حزب الله من 2006 لحد هلا قدم سرديه، كل هاي السرديه قائمه على قاعده انه حزب الله لا يريد ان يخوض مع اسرائيل في حربين. نعم. يعني حزب الله عم بيحضر حاله انه انا لمره واحده واخيره بدي اخوض حرب مع اسرائيل. هاي الحرب اللي نسميها الضرب القاضيه، بس مثل ما قال سماحه السيد من الآن حتى آنذاك ما بيمنع أنه يصير حروب صغيرة مع إسرائيل على غرار الشيء اللي عم بيصير بالجنوب، ونكون حريصين بالتفوق على إسرائيل بالنقاط. نعم، يعني في إعلان مباشر أنه نحن كمقاومة بلبنان بدنا نعمل حرب على إسرائيل. أيمتى؟ يعني أنه يعني بالمستقبل. لا أقول لك شيء. إذا يعني هذا يعني في تهديد لإسرائيل على الحدود من خلال شو؟ إعلان إنه معقول يعملوا حرب. إذا واحدة من شغلتين بتصير أكيدا بتصير حرب، وأنا برأيي إذا حزب الله فات بحرب بتكون هاي الحرب الأخيرة. طب هيدا الشيء ما بيهدد أمن لبنان؟ الشغلتين اللي بدهم يصيروا أو إذا بيصيروا إنه بتنهزم المقاومة بفلسطين، أو أنه إسرائيل بتقوم بعدوان شامل على لبنان على غرار الشيء اللي عملته بعدوان تموز. بس أنه بيهدد لبنان، أنه بيهدد لبنان، بس أنه إذا إسرائيل بدها تهجم علينا شو منعمل؟ عرفت؟ ولكن حضرتك عم تتحدث أنه حزب الله يقول أنه بده يعمل هذه المعركة الأخيرة للقضاء على إسرائيل، إذن هي معركة العلاقة بالقضية الفلسطينية. أنا رأيي ومش رأيي لبنان. أنا رأيي إنه قواعد الاشتباك بعد حرب غزة بدها تختلف، إنه إسرائيل اللي كانت تمارس سياسة ضبط النفس قبل طوفان الأقصى مش بالضرورة راح تضل تمارس سياسة ضبط النفس اللي كانت تلتزم فيها، بمعنى إنه إسرائيل تعلمت درس من طوفان الأقصى
بأنه الترقب عن بعد وممارسة سياسة ضبط النفس لا تجدي مع محور المقاومة. يعني شو معقول يصير؟ بمعنى أنه إسرائيل بعد ما تطلع من حرب غزة بدها تلملم وضعها وتعود ترتب وضعها العسكري، ويصير احتمال أن تقوم إسرائيل بضرب لبنان على حين غرة وبشكل مباغت احتمال أكبر بكثير من الاحتمالات اللي كانت قائمة منذ العام 2006 حتى العام 2023. هذا الكلام بيزعج الكثير من اللبنانيين. قصدي شو بعمل؟ يروحوا يحكوا مع إسرائيل ما تضربنا، شو بعمل؟ إذا إسرائيل يعني إسرائيل تعلمت درس من الشيء اللي صار بغزة، أنه هني نايمين وسهرانين وقاعدين عم بهيصوا وفجأة لقوا الفلسطينيين، بس انه بتقليلي انه حزب الله من حقه انه يمارس سياسة الغموض البناء وما يعلن. يعني حزب الله ما بيقول انه انا مستحيل او ما بدي اهجم على اسرائيل. نعم. وما بيقول انا بدي اهجم على اسرائيل. بس انا اللي بقول لك اياه من باب التحليل. من اجل لبنان او من اجل القضية الفلسطينية. نحن ما عاد عنا الفرق، يعني القصة مش لبنان وفلسطين، القصة اسرائيل. يعني العامل الأساسي بتحديد موازين القوى وتشخيص المواقف ما بينطلق أنه هني فلسطين ونحن لبنان. العامل الأساسي بتشخيص الوضع وتحديد الموقف بينطلق أنه هيدا العدو اللي اسمه إسرائيل هو عدو واحد إلنا اثنيناتنا. رح ننتقل لبريك ومنرجع منكفي باقي المواضيع. بريك ومنرجع لكم. بعد البريك رجعنا لكم. هل يحتاج فعلا حزب الله إلى تعدد تنظيمات قتالية حده؟ ونحن بنعرف أنه هي فعليا مش رح تقدم على الأرض أي فرق. لا، من الجانب العسكري يمكن حزب الله مش بحاجة، بس من الجانب المعنوي وبالخلفيات الوطنية منيح. يعني حزب الله عسكريا مجهز حاله بشكل لا يوصف ولا يخطر على بال بشر. حزب الله يعني من 2006 لحد هاللحظة ما في لحظة بتمرق إلا بيشتغل على مبدأ وقاعدة الاستعداد للحرب القادمة مع إسرائيل، سواء هاي الحرب بدها تصير بعد جمعة ولا بدها تصير بعد 20 سنة. نعم. بس إنه هنالك فصائل لبنانية وطنية مستعدة إنه تشكل مجموعات مقاومة وتكون إلى جانب حزب الله في حال حصول حرب، هيدا الشيء منيح من الناحية المعنوية. نعم. وشيء منيح بالبعد الوطني، وكمان شيء منيح إذا بدك إنه لأنه بالحرب المقبلة يمكن يجي ناس من اليمن ومن العراق، مش يمكن على الأكيد، فمن باب أولى إنه اللبنانيين كمان يكونوا حاضرين بالجبهة. كنت عم تتحدث قبل شوي عن الصواريخ المستجدة بالمعركة اليوم اللي عم يستعملها حزب الله وعم يرفع من نوعية الصواريخ اللي هو البركان، شو الرسالة منه؟ يعني شو بيفرق اليوم استعمال هذا الصاروخ عن صاروخ آخر؟ فرق بين ما تضرب قذيفة هاون 120 أو 60 أو 82 أو تضرب صاروخ كورنات، يعني لحتى تضرب آلية، بأنك تضرب صاروخ محمل ب 500 كيلو جرام من التي أن تي، بحيث أنه هاي السكنة المشكلة من 4 مباني عندك مبنى وقع بالكامل، وبنفس الوقت 3 مباني يعني حالة دمار وتصدعت. فإيقاع العمل الذي يقوم به حزب الله يتحرك على إيقاع الأحداث بغزة. كل ما توغلت إسرائيل أكثر على مستوى قتل المدنيين وممارسة الإجرام، كنا عم نلاحظ منذ 8 تشرين أنه حزب الله عم يرتقي وعم يصعد بالمواجهة على إيقاع ما يحصل في غزة. هلا هاي الأمر له تداعيات لوجستية وعسكرية، وقت يعني تجهيزات واستعدادات الإسرائيلي وقت لنضربه بهاون قذيفة هاون أو بكورنيت تختلف عن استعداداته وقت يلاقي أنه بالمعركة فات سلاح مثل مدفع بركان، أو أنه فات سلاح أرض جو قادر على إسقاط الطائرات أو. نعم، تم استعمال مدفع بركان والقدرة التدميرية اللي عم تحكي عنها حضرتك اللي بيعملها هيدا المدفع، ما شفنا شيء من نتائجها بالإعلام الإسرائيلي.
هلا هني عم يتبعوا سياسة التكتم على خلفية الشيء اللي عم بقول لك اياه، انه عندهم فوبيا اعلام. يعني تعجزهم بانه بالايام الاخيرة بعد استعمال المدفع بركان في كوارث حدثت باسرائيل لم يعلن عنها؟ لا بس انه يعني القضاء او اذا بدك السلطة الامنية والسياسية الاسرائيلية عم بتمارس الرقابة على كل شيء بيصدر بجانب الإعلام الإسرائيلي، وبالتالي عدد الضحايا الإسرائيليين بجنوب لبنان، رئيس بلدية قال 1200 إجا لعنا على مستشفى، بينما إسرائيل إلى الآن لم تصدر أي إحصائية رسمية بالنسبة لعدد القتلى والجرحى اللي سقطوا عندها على الحدود الشمالية الجنوبية، يعني عنا بجنوب لبنان لا ولا مرة قالت انه هالقد، علما انه بغزة عم تتبع هاي الاسلوب. نعم. هي معتبرة انه بغزة عم بتفوت حرب مصيرية طاحنة ونيران شديدة، شيء طبيعي تقول انه سقط لنا هالقد، علما انه كذب. بس اذا حزب الله عم بيناوش اسرائيل من خلال هاي الحرب اللي عم بتصير بالجنوب، واسرائيل بدها تعلن عن عدد القتلى اللي عندها، بصير كارثه باسرائيل. يعني في عدد قتلى مستجد مش عم بتم الاعلان عنه. اكيد. وفي دمار مش عم يحكوا شو عم بيصير. اكيد. نعم. بحرب تصوير امرار بيتسرب مثل ما صار بهاي سكنه برانيت، يعني بتسائب انه في طل، لانه نحن عم نصور عن بعد كيف عم بس وقت اللي عم يوصل المدفع ويعمل دمار ما قادره انت تصوري جوا، احيانا بيصير تسريبات بتبين حجم الدمار والخسائر اللي عم يتعرض لها الاسرائيلي. يعني الشهداء المدنيين اللي كانوا اللي موجودين بجنوب لبنان تم الرد. طبعا اسرائيل الحزب ولا مره الا ما تعامل بالمثل مع اسرائيل، ولكن ما اعلن حتى معمل الانبلا ما اعلن عن نتيجه، يعني ما اعلن عن عدد القتلى الموجود باسرائيل. اسرائيل ما عم تعلن. نعم. يعني هاي انه مش حزب الله بيقول، هلا الحزب بيطلع بيان. لا لا اتحدث عن عدد القتلى من الجانب الاسرائيلي. طبعا ما اعلن عنه. نعم. بس الحزب بيقول انه حققت اصابات مباشره، عرفت؟ هلا قد ايه وقع؟ بيقول انه كان في 7 اشخاص بهاي الموقع نتيجه الرصد. نعم. بيقول سقطوا بين جريح وقتيل، يعني ما بيجي بدس له نبضه ليشوف هذا تقديريا. بس اللي بيكون ميت بيكون واضح انه نعم. في حرب تموز فاوض الرئيس بري باسم حزب الله مع المجتمع الدولي، اليوم بنهاية هذه الحرب مين رح يفاوض باسم حزب الله؟ أنا برأيي المفاوضات بلشت وقت اللي إجا هوكشتاين والتقى بالرئيس بري، وهي يعني معلومة بقول لك إياها، إنه هوكشتاين ما إجا على لبنان كرمال موضوع غزة، إجا على لبنان لحتى يحكوا بترتيبات ومفاوضات إلى علاقة بالوضع اللبناني مع فلسطين المحتلة بعد ما توقف عملية طوفان الأقصى. فالمفاوضات بلشت، والرئيس بري مش بس عم يفاوض بالنيابة عن حزب الله، عم يفاوض بالنيابة عن كل لبنان. نعم. ومفاوضات المحور أو منا موجودة بهاي الطريقة؟ كيف؟ في مفاوضات باسم المحور أو مش كل بهاي الطريقة؟ كل المحور عم يتفاوض، يعني ما في طرف بالمحور لا يصار إلى إشراكه بعملية التفاوض. نعم. إنه إذا كان على المستوى العسكري في عملية في غرفة عمليات مشتركة، كمان على المستوى السياسي في أعلى درجات التنسيق الحاصل بين كل مكونات المحور، بس إنه المسألة إنه يعني بلبنان المفاوضات بين لبنان وامريكا، يعني بين لبنان وامريكا عبر هوكشتاين واللي متعلقه بالحدود واللي متعلقه بالوضع اللبناني، هاي ما عم يصار الى ربطه عضويا بموضوع غزه. نعم. عرفتي؟ لانه الحديث عن هاي الموضوع كان قائم، يعني موضوع ترسيم الحدود ومزارع شبعه فما بعد حرب غزة و1701 كان عم ينحكى فيه قبل الحرب موضوع غزة. طبعا موضوع غزة بيأثر على مسار المفاوضات وعلى التموضعات وعلى نعم. بس انه بدي اشير لنقطة انه التفاوض بيتم بالواسطة، يعني ولا حدا من اطراف المحور بيتحاور مع الامريكيين بشكل مباشر. نعم. لماذا تبدل موقف حزب الله بما يخص التمديد لقائد الجيش؟
هلا ما بعرف اذا حزب الله يعني ماخذ موقف حاسم ونهائي بالنسبه للتمديد لقائد الجيش، بس انا اللي بعرفه انه قائد الجيش انسان محترم، قائد الجيش حزب الله ينظر له بطريقه ايجابيه، ويضاف الى ذلك انه الجيش يكاد يكون المؤسسه الوحيده اللي ما زالت قائمه على اسس دوله، يعني منظمه عفوا مؤسسه تابعه لدوله، بس الدوله خربانه بس هاي المؤسسه محافظه على الحد الادنى من التماسك والتنظيم. نعم، الاجهزه الامنيه بلبنان الشيء الوحيد اللي ضل متماسك طبعاً، وهول بلبنان اكثر حاجه للبنان، هول اكثر بظل الوضع الاقتصادي السيء اللي كان يعني موجود بلبنان. هلا الوضع المالي بلبنان سيء، بس تبين انه فينا نضل نتحمل ونتحايل لحتى نقطع هاي الازمه الماليه اللي عم بيعيشها ام لبقاء الاجهزه الامنيه متماسكه، بس وضع الجيش والاجهزه الامنيه ما بيحمل. حزب الله بعده مصر انه ما رح يجدد لقائد الجيش او في احتمال تغير؟ ما يعني ما عندي علم، انا ما عم بتابع كثير الوضع اللبناني، بس انا بتصور انه ما في لحد هلا مبررات قوية ومنطقية تسمح بعدم التمديد لقائد الجيش. حتى لو اتفقوا على اسم آخر؟ يعني قال الوزير باسيل بالحياة الطبيعية بيتم دائما تعيين مش تمديد. ايه بس نحن بحياة مش طبيعية، انه أهم مسألة انه رئيس جمهورية، يعني نحن ليه ما عم نشارك بالحكومة؟ نعم. كجبران باسيل. لا. لأنه ما في رئيس جمهورية. طيب كيف ما في رئيس جمهورية وبدي يعين قائد جيش؟ ومش قد يكون تعيين قائد جيش هو بداية حل اتفاق قائد رئيس الجيش جمهورية؟ بده يضل مفروض على رئيس الجمهورية 6 سنين، طب ما هذا بيتعارض مع هلا أنا ما بفوت يعني ما إلي فترة ما بفوت كثير بتفاصيل الوضع اللبناني، بس أنا بقدر أقول هلا في عدة خيارات دستورية، ولكن حضرتك تقول انه انت مع التمديد لقائد الجيش اليوم. انه انا بقول وضع البلد ما بيحتمل بهاي اللحظه المصيريا الا لقائد الجيش روح على البيت، عم بحكي بخلفيه طب منطقية. والتمديد ما بده حكومه كمان؟ تمديد الا يحتاج لحكومه كمان؟ ما الحكومه عم تشتغل. بس ليش ما فينا ما فينا نروح بهيدي الحكومه؟ اذا في مشكله بالحكومه بيروح الملف على مجلس النواب. بعدين خلينا نعكس القضية. نعم، ولكن حضرتك قلت من شوي انه بعدم وجود رئيس جمهورية والحكومة اليوم في البعض مش عم بيشارك فيها، فنحن ما بنقدر نروح لتعيين قائد جيش جديد. لا. طب ليش بنقدر نمدد؟ مش إذا البعض ما عم بيشارك فيها الحكومة ما بتشتغل، هي الحكومة عم تشتغل حتى لدرجة انه هلا بالجامعة عندنا في ملف عم بينشغل للتفرغ. يعني الحكومة مش بس عم تتعاطى مع القضايا المصيرية، يعني تقول انه بغياب رئيس الجمهورية البلد بيمشي عادي؟ انا برأيي نعم. رغم انه الحكومة عندها صلاحية تعيين قائد جيش جديد، ورغم انه مجلس النواب قادر كمان ان يبادر الى اجراء تعديلات تتيح لقائد الجيش انه يبقى بالمنصب، بس بهاي اللحظة نحن موضوع الجيش بيختلف عن كل الموضوعات الأخرى، ما فينا نفوت بمغامرة عرفتي ونقول له روح على البيت. نعم. أنت بتعرفي وحدة من السيناريوهات مثلا اللي كانت مطروحة أنه إذا بده يصير حرب مع إسرائيل من الممكن أنه في خلايا داعشية نائمة بالداخل اللبناني وهي تقدر بالآلاف أنه تتحرك بشكل متزامن مع العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ طيب إذا كانت المقاومة بمعظم جهوزيتها متجهة للتصدي للجانب الإسرائيلي، طب أنا شو بعمل مع الدواعش بالداخل؟ الأجهزة الأمنية بتكون موجودة. ما الأجهزة الأمنية بدها دعم، بدها تحصين، بدها ثقة، بدها ترفع عن التعامل معها بالحسابات الشخصية. نعم. بدها أني أخذ المصلحة الوطنية العليا وحط حساباتي الشخصية وحساسياتي الخاصة على جنب وأقول أنه أنا كلبناني بهاي اللحظة الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لإلي انه هيدا الجيش. هلا بتقولي لي انا حبيب فياض عندي 1000 ملاحظه على الجيش
وعلى الأجهزة الأمنية. نعم نعم، ولكن في حال تم التجديد لقائد الجيش أو تعيين قائد جيش، مش هي ذاته؟ في حال تم التجديد لقائد الجيش أو تعيين قائد جيش، مش هي ذاته؟ بدك تشوفي قائد الجيش الجديد، لأنه أي حدا بيستلم المنصب بده 6 أشهر لحتى يتأقلم مع الوضع، ليفهم الخريطة، ليعرف كيف بده ياخذ قرارات. يعني حضرتك مع التمديد لقائد الجيش اليوم؟ أنا اللي قال لك شيء، مش عم بحكي وضع لبناني داخلي، وإلي 3 سنين ما بفوت بهالتفاصيل، بس لحساسية وضع الجيش، أنا ما عم بقول مع أو ضد، مش شغلتي أنا أكون مع أو ضد، بس أنا عم بقول لك شغلة، إنه قائد الجيش كشخص حدا محترم ومناقبة وما فات بالألاعيب والدهاليز، والجيش كمؤسسة لازم بهاي اللحظة يكون بأفضل وضع. نعم، وهذا رأي حزب الله أيضا؟ لا نعم، ما بعرف رأي الحزب، بس أنا اللي بعرفه أنه لقبل كم يوم الحزب كان رأيه بعده مش محسوم، مبهم. هلأ أنت عم تقولي لي أنه الحزب تراجع، ما بعرف إذا صدر موقف أنه الحزب مش مع، بس الحزب لحد هلأ بحسب علمي هو ما تعيين قائد جيش جديد ما بيعني أنه هن ضد قائد الجيش الموجود حاليا جوزيف عون، ولكن بيعني انه هن مع خطوه اخرى. اذا كان الخوف من التمديد لجوزيف عون انه يجي رئيس جمهوريه، بغض النظر انه هيدا الزلمه جوزيف عون قائد الجيش قد ايه عنده فرص او حظوظ لرئاسه الجمهوريه، انا اللي بقدر اقول لك انه بعد ما تخلص حرب غزه حظوظ سليماني فرنجية عليت كتير، نعم ارتفعت جدا، نعم. بغض النظر كمان عن رأيي، يعني أنا ما بدي أقدم آرائي الشخصية. يقال أنه حزب الله عندما يخرج منتصرا في الحرب يتنازل داخليا من أجل تمييز الساحة الداخلية، كيف يعني بالعكس؟ يعني مخاوف بعض الشارع اللبناني اللي يعني بتقول خلص المعركة مع إسرائيل، يعني يمكن بعد هاي الحرب يصير حرب بعد 6 أشهر مع إسرائيل، إسرائيل إنه خلص يعني هاي الإجر ونص، لقيت إنه يعني في نظريتين، في نظرية إنه حزب الله دائما ما بيسعى لمكاسب بالداخل، وعندما يخرج منتصرا في الحروب يتنازل داخليا من أجل تماسك الوضع الداخلي، وفي نظرية أخرى اللي هي مخاوف جزء كبير من اللبنانيين إنه بعد انتهاء الحرب اللي هو بيعتبر إنه جار إلى لبنان بمكان معين ودفع حقها اقتصاديا وغيره، كمان حزب الله رح يستغل انتصاره بالحرب ورح يفرض عليهم يمكن تعيينات معينة، أو رح يستعمل قوته بفرض رئيس الجمهورية. أي أقرب للواقع؟ في مثل ما قلتي في نظريتين، في نظرية أولى بتقول إنه حزب الله بعد غزة حيتعامل بمرونة أكثر مع الداخل اللبناني، خاصة في ظل التحولات اللي حصلت عند مسؤولين لبنانيين كبار، إنه كانوا مع حزب الله بهاي المعركة وكانوا مع غزة بهاي المعركة، رغم الاختلاف العميق بالأجندات السياسية الداخلية المحلية. وفي رأي تاني بيقول إنه حزب الله إذا كان مفوكس على الجبهة الإسرائيلية قبل أحداث غزة بنسبة 100%، هلأ بده يفوكس بنسبة 1000%. حزب الله إذا كان بيعتبر قبل أحداث غزة إنه إن كان حصول حرب مع إسرائيل 50%، بعد أحداث غزة بده يعتبر إمكان حصول الحرب بنسبة 80%. هيدا الأمر بيستدعي من حزب الله يخفف مرونة بالتعامل مع الملفات الداخلية ويصير أقرب إلى الحسم ويضرب إيده على الطاولة، لا لأنه غزة الغبار اللي انجلى عن حرب غزة بيّن للكل قد ايه هذا العدو وحشي، قد ايه هذا العدو ما بيرحم، قد ايه هذا العدو ما بيتردد. فحزب الله هاي الأصوات اللي كانت ترتفع بالداخل وطولة البال اللي كان يمارسها معها بدأت تتحول إلى تشدد في التعامل مع الملفات الداخلية. دكتور حبيبي اللي عم بتقوله كلام جدا كبير، يعني عم بتقول أنه حزب الله معقول ياخذ لبنان وساحة لبنان واقتصاد لبنان وحالة لبنان والتعيينات بلبنان للاستفادة منها بمعركة فلسطين؟ لا
أنا أنت استخدمتي كلمة استغلال إنه حزب الله بيستغل الانتصار. نعم. أنا بستخدم مصطلح مقتضيات المرحلة الجديدة، مقتضيات، يعني الاعتبارات الموجبة التي تدفع حزب الله للتعامل في المرحلة المقبلة مع الملفات الداخلية اللبنانية بمقدار أقل من المرونة اللي كان يتعامل فيها قبل. هاي بالضبط، يعني إذا حدا بده يقص كلامي يقص هاي اللي عم بقوله. حديثك هلا اليوم يخيف بعض اللبنانيين مثلا، يعني عم بتقول بأنه معقول يكون أكثر صرامة بالتعاطي، وعم بتقول أنه معقول يصير في حرب على لبنان. في عبرة باللي عم يحصل بحرب تموز، حزب الله انتصر، نعم، بس ما وظف هيدا الانتصار ضمن إطار الربح. نعم. حزب الله هلأ حينتصر، بس بده يوظف هيدا الانتصار في إطار الربح بالعلاقة مع الجبهة. نعم. ربح بالعلاقة مع الجبهة. حزب الله بال2006 كان يتحمل كتير. الجبهة الحاصلة حالياً حتخلي حزب الله كل أولوياته بالمرحلة المقبلة متجهة للجبهة الجنوبية، بما يؤدي أنه هاي المرونة اللي كان يبديها إزاء ملفات داخلية مما لن يؤثر على اقتصاد لبنان والحياة الطبيعية. شو خصه هو؟ هو ما له علاقة، بس أنه حزب الله إذا قال أنا بدي سليمان فرنجية رئيس وخلص نقطع السطر، لأنه أنا قبل هلأ كانت الحرب مع إسرائيل ممكنة، بس هلأ الحرب مع إسرائيل صارت مرجحة، وأنا بدي رئيس للجمهورية. ما بتفكير حزب الله لازم يكون سليمان فرنجية في حال سليمان فرنجية، شو بنعمل؟ والساحة المسيحية وقرار الساحة المسيحية مغيب؟ في لا، ليش قرار الساحة المسيحية مغيب؟ يعني إذا كانوا الأكثرية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية ضد، هلأ ضد، هلأ ضد، بس بالمرحلة المقبلة ما بتعرف قد تتغير. وفي هلا ما بدي احكي، يعني هوكشتاين وقت اللي اجى على لبنان قدم عرض له علاقة برئاسة الجمهورية، وابدا مرونة مش مرونة، تكفل بجعل بعض الأطراف اللبنانية تعمل تحول بمواقفها اللي لها علاقة بموضوع الرئاسة. في شيء إيجابي إذا؟ هي أنا عبالك ما بدي يكشف أنا الوراق والمعلومات، بس إنه يعني هوكشتاين قيل له في عقدة 1-2-3 قال له إن هول عندي. كثير منيح، يعني معقول يكون في شيء إيجابي بلبنان. طبعا يمكن الشيء اللي أنت فكرتي فيه غير اللي أنا عم بقصده، بس إنه أنا اللي بغض النظر في شيء إيجابي لاستقرار لبنان وازدهار لبنان؟ أنا برأيي مشكلة لبنان ست صفاء، مشكلة لبنان مش بالجبهة مع إسرائيل، صدقيني مشكلة لبنان بالأداء الداخلي. هلأ أنا وياك إذا بدنا نجي نعمل تقييم على قاعدة البعد الوظيفي، البعد الوظيفي يعني هلأ أنت معلمة بمدرسة، أنا بيهمني آخر السنة تعالى شوف كيف علمتي الطلاب، كيف تعاملتي معهم بالامتحانات، كيف أي ساعة بتفوتي على الصف، بالنهاية بيهمني آخر السنة شو أنجزتي. مشكلة لبنان مش الجبهة مع إسرائيل، مشكلة لبنان بالأداء الداخلي. هؤلاء الذين يديرون القرار في لبنان إذا أنا بدي أقيمهم وظيفيا، نعم تعا حبيبي كل واحد بدي يشوف من 20-30 سنة 40 سنة شو مقدم، بيطلع بتطلع النتيجة في كثير أشياء بعد لنحكي عنها، ولكن للأسف الوقت انتهى وتخطينا الوقت. دكتور حبيب فياض، أنا بدي أتشكرك اليوم على هذه الحلقة وعلى المعلومات والمعطيات والتحليلات. مشاهدينا إلى اللقاء بالحلقة القادمة.